السلام عليكم. المنتخب التونسي إن شاء الله نهار الجمعة 8 متاع الليل في ملعب رادس عنده مقابلة لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا المكسيك كندا. نعرفوا باش نواجهوا منتخب ساو تومي. نتصور ممكن بنسبة 20% حاليا نحكي جمهور المنتخب التونسي يعرفوا 80% يعرفوا المنتخب التونسي باش يواجه منتخب من إفريقيا اسمه ما يعرفوهش. وهلا 20% وبما فيهم العبد لله ما عرفنا هالمنتخب إلا ما طاح في مجموعة المنتخب التونسي. نحكيه على منتخب تصنيفه 187. المقابلة باش تبثها القناة الوطنية اللي باش تبث كل مقابلات المنتخب التونسي من تصفيات كأس العالم. من الأول جيت باش نوجه رسالة شكر للوطنية، وبعد بيني وبين روحي قلت يخدموا في الخدمة نتاعهم، على خاطر في السابق وقت اللي كنا نسميهم فيهم لا وطنية بالفم والملاك كانوا ينحيولنا في الفلوس نتاعنا تاع ورقة الضوء تقريبا في التريميستا 10,000 ويعديولنا في شوف لي حل. حاليا فاقوا على رواحهم يخدموا في الخدمة اللي يلزم يخدموها، يبثوا في البطولة الوطنية وتصفيات كأس العالم بالنسبة للمنتخب التونسي. وقتاش ممكن نشكر الوطنية؟ وقت اللي مثلا تعدينا مقابلات من رابطة الأبطال الإفريقية أو الأوروبية، وقتها بالرسم نقول الوطنية تخدم في خدمة صحيحة. نجي نشوفوا مع بعضنا في فلاش سكور، نلقاو الكوتا متاع المنتخب التونسي لو يفوز على منتخب ساو تومي 1.02، التعادل 15.5، وفوز منتخب ساو تومي على تونس 18.25، باش نعرفوا ما مدى سهولة المنتخب اللي باش نواجهوه، على خطر بين قوسين قاعدين نسمعوا فيه والله المنتخبات الإفريقية ما عادش تمنها. إيه ما عادش نمنوا مثلا منتخب الملاوي في الملاوي، ما عادش نمنوا مثلا بعض المنتخبات المعينة، مش ما عادش نمنوا منتخب فاز عليه المنتخب النيجيري في ساو تومي قديه 10-0. يعني لو المنتخب التونسي في المقابلة هذه يفوز 3 و4 و5 و6 راهو أمر عادي جدا، مش معناها ثم استيقاظ ولا ثم خدمة كبيرة من مهرج المنتخب التونسي. ولهنا يجعلني نتسائل علاش المهرج الوطني بعض من الملاعبية ما قدم لهمش الدعوة باش يكونوا متواجدين في التشكيلة الأساسية ضد منتخب متواضع في قيمة منتخب ساو تومي. مثلا علاش المهرج الوطني ما بداش بالتشكيلة اللي باش نحكيوا فيها او باش نحكيوا عليها حاليا، على خاطر راهو يلزمنا نعرفوا راهو ثم بعض من الملاعبيه واللي باش نحكيوا عليهم الانديه نتاعهم تبدا تستنى فيهم بدقيقه والدرج، ما عندهمش او ما جاتهمش الفرصه انهم يكونوا متواجدين في التشكيله الاساسيه للانديه نتاعهم، يقعدوا يستناو فيهم لعل وعسى يكونوا اساسيين مع منتخبات بلادهم باش يتفرجوا فيهم. باش نعطيو مثال بسيط، تاعنا حنا بعلى المجبري يلعب اساسي مع المنتخب التونسي يلقى روحه اساسي مع مانشستر يونايتد، لانه نعرفوا الوضعيه الصعيبه اللي قاعد يمر بها مانشستر يونايتد، ما عندوش الوقت ولا المقابلة المناسبة اللي باش يجرب فيها حنا بعد. مانشستر قبل وقت نحكيه عليه من الجولة الأولى للجولة الأخيرة هو متواجد في المرتبة الأولى، عنده الوقت وعنده المقابلات باش يجرب فيها بعض من الملاعبية الشبه، لكن حاليا حتى يلعب ضد فريق يلعب على تفادي النزول ما ينجمش يجرب بعض من الملاعبية. كيف لعب بارما الإيطالي، تتصوروه انتوما لو كان قدم له الناخب الوطني الدعوة ومتواجد في التشكيلة الأساسية الإدارة الفنية البارما ما يشي باش تتفرج فيه وكان يبرز مع المنتخب التونسي؟ بارما المقابلة اللي بعدها مباشرة أقل قليل ما يهبطش في التشكيلة الأساسية، يهبطوها في الشوط الثاني. خلينا نبدأ بالتشكيلة اللي شخصيا كنت نتمناها تواجه منتخب ساو تومي، لأنها باش تعطي دافع معنوي كبير البعض من الملاعبية وباش تخليهم يرجعوا يقدموا 200 و300% مع أنديتهم من أجل دعوتهم مرة أخرى للمنتخب التونسي. مثلا في حراسة المرمى أمان الله مميش، تعلت عدم تواجد مميش في قائمة المنتخب، مانيش نحكي على التشكيلة الأساسية، مازال يفتقر للخبرة الكافية. ممكن مازال بحكم صغر سنه يفتقر للخبرة الكافية، لكن مقارنة بالحراس المتواجدين حاليا في المنتخب ممكن راهو أمان الله مميش صحيح مازال صغير، أما راهو عنده خبرة أكثر من حراس المرمى المتواجدين حاليا في قائمة المنتخب، وخاصة أنه لعب ضد أندية قوية في رابطة الأبطال وكيف الدوري
دوري السوبر الافريقي. مين ما شاء الله الزعلوني الظهير الايمن للنادي الافريقي حاليا في البطوله، ما ثماش ظهير ايمن افضل من الزعلوني. صحيح بن علي تحسن مستواه، لكن مازال الزعلوني النجم يقولوا عليه الظهير الايمن رقم واحد الفتره الحاليه في البطوله الوطنيه. على الجانب الايمن اللاعب الشيرني، في اللاكس باش نلقاو منتصر الطالبي، على خاطر الحكايه مش يلزم تهبط كلها ملعبيه شبان ملعبيه شبان، ولا الميكانيزم ما يكونش متواجد بين الملعبيه، لذا نلقاو في اللاكس منتصر الطالبي. على بجنبه ممكن علي غرام ولا يان فاليري، بما انه الدعوه ما تقدمتش ليان فاليري ولا يان فاليري ما همش راضين عليه، مادام قاعدين يقدموا في الدعوه على غرام يعني نوعا ما عندهم الثقه نوعا ما في امكانياته، لذا علاش لا ما كانش علي غرام بجنبه منتصر الطالبي. في وسط الميدان الياس الصخيري، ما شاء الله الصخيري البارح سجل هدف غايه في الروعه، ان شاء الله نشوفوه مع المنتخب التونسي. وبطبيعه لا نرى المشكل مش في الصخيري، المشكل في المهرج اللي يوظف فيه، على خاطر في المنتخب الصخيري عمري ما شفته فات السونتر، مانيش نحكي على الدزويت نتاع الادفيرسير، معاه حنا باعل المجبري مقابله كانت فرصه للمجبري باش يسجل فيها هدف، ممكن لو يسجل هدف يرجع مره اخرى للتشكيله الاساسيه المانشستر يونايتد، وممكن يترشق مع المنتخب التونسي، وخاصه نعرفوا حنا باعل المجبري يمر فتره صعيبه الاونه الاخيره، ومعهم سامي شوشان. سامي شوشان اللي قاعد يبرز بشكل كبير مع فريقه برايتون، اقل من 21 سنه في الدوري الانجليزي، نحكيه على اللاعب في اخر 5 مقابلات مع فريقه، ضد ليتس يونايتد سجل هدف، ضد ايفرتون سجل هدف، اسيست ضد ارسنال، ضد استون فيلا سجل هدف، والمقابله الاخيره ضد هال سيتي سجل هدف. يعني نحكيه على ملاعب في 5 مقابلات، لاعب وسط ميدان مسجل 4 اهداف ومقدم تمريره حاسمه، اهداف او ارقام غايه في الروعه، والمنافس ضعيف. يعني سامي شوشان في المقابله هذه راهو ممكن لو كان متواجد وبق في التشكيله الاساسيه ممكن راهو تخل في الجو كيف ما يلزم مع المنتخب التونسي، لكن نعاودوا نقولوها للاسف الشديد ثم بعض من الملاعبيه اللي مساعدهمش هالملاعبيه الشبان هذوما يكونوا متواجدين في المنتخب التونسي، وماذا بهم اصحابهم الفرجاني الساسي والطاي ياسين الخنيسي، هما الاولى بالمنتخب على خاطر المنتخب نتاعهم. بالنسبه هذوكم راهم جايين من بعيد، هذوكم كوري، هذوما ملاك والاخرين كوري. بالنسبه الثلاثي خط الهجوم، الياس العاشوري هو رقم واحد حاليا في المنتخب التونسي على الجانب الايسر، لكن فرصه بما انه ما عدناش اللاعب على الجانب الايمن يليق بامكانيات المنتخب التونسي وبالمجموعه الممتازه، مانيش نحكي على الجريرم اللي فزدوا المنتخب، نحكي على المجموعه الممتازه اللي لو كان كنا نفكروا بالرسمي في مستقبل المنتخب التونسي فرصه باش نلقاو الياس العاشوري على الجانب الايمن. على الجانب الايسر تكون بين سيف الله بلطيف والياس السعد، ممكن الاقرب حاليا السيف الله بلطيف اللي تقدمت له الدعوه كرأس حربه، مهاجم بارما صاحب 18 سنه انس حاجة محمد اللي شفناه مع المنتخب التونسي في مباراه بوتسوانا تقريبا لعب ربع ساعه، بين بعض من الامكانيات نتاعو اللي نجمو نحلمو في المستقبل باش يكون عندنا مهاجم كرأس حربه في المنتخب التونسي. ان شاء الله التشكيله تكون عجبتكم، بطبيعه ممكن بعض من المشاهدين عندهم لاعبين اخرين كانوا يتصورون باش يكونوا متواجدين في التشكيله هذه، اللي الملاعب اللي نفكر فيه ما كانش متواجد حط لنا اسمه في التعليقات. وفي الختام الحلقه كالعاده البياري ما تبقى كبش يقولكم تحيه تونس، عيش تونس، كنا تونس، والسلام.